مرحبا، اليوم جبنا قصة أجمل قصة أجمل قصة أجمل قصة رايحة تكون في لاشين XXX Army RM. اليوم أجمل قصة، هذه القصة جاتنا مثل مثال، وهذه القصة حقيقية وواقعية، واللي بغي أمني يمشي للبلاصة، لا بغي أمني يمشي للبلاصة يجب. المهم هذه القصة اليوم على واحد الإنسان يدور في البلاص بزاف على الانسان، وانسان فري انتيليجون، انسان مخ وكاع الصفات الملاح ينطبقوا عليه، هو رمز من الرموز مدينة الزيانيين، مدينة تيرمسان. المهم خوتي بلا ما نطولوا ندخلوا في الحكايه، ولكن قبل خوتي ابوني في الانستغرام ولا راه يظهر هنا، ودخل شوف كاش لي فوطو شابين وكاع دير لهم جادور، وبعث لي الفوطو وبعث لي كاتير الديكور اللي راكم ابوني وكاع، ونخدم خويا الفوطو ما كان حتى بروبليم. شر بعث لي الفوطو في الانستغرام ما تبعتيها ليش ميسنجر، باسكو لا كاليتي دي ما صقص وما قاش نخدم عليه. خوتي نمشيو للحكايه تاعنا بلا ما مرحبا، وبعد الانترو رانا ولينا لكم بالحكايه. الدور على انسان يسكن في مدينه تيرمسان. المدينه تيرمسان معروفه في كل الجزائر بانها مدينه مستضافه ومدينه الكرم والجود والى اخره. تحيه وتقدير لسكان المملكه التيرمسانيه من القنت للقنت، المملكة الزيانية من قنت للقنت. تحية لكم وتحية لكل الجزائريين وكل التوانسة وكل المراكة. المهم خوتي عندنا الحكاية اليوم على شاب وهو من سكان مدينة تيرمسان. أحسن ما قال لي الإنسان صاحبي، قال لي عبد الحق الدالي من مواليد 1991. قال لي عبد الحق الدالي كان إنسان أرتيست بزاف شباب بوغوص، ومازال حتى دوك يبوغوص وشباب بزاف ومتهلي في روحه، ولكن كما نقولوا نحكيو الحكايه من بعدها تعرفوا. المهم اخوتي هذا عبد الحق دالي كان قليل الانسان اللي يعرف هاد الصوالح اللي راني غادي نحكيهم عليه. المهم هذا عبد الحق دالي كان يقرا نورمال عادي، ولا زاد طفوله عاديه ونورمال، ولكن كي بدا يكبر هكا شويه دخل يقرا وكاع نورمال عادي، وكان انسان مواظب على صلاته وعلى قرايته، وكان انسان يبغي يقرا بزاف، كان متمسك بالدراسه وكان يتحصل على علامات جيده في الدراسه. وفي سنه 2009 مشى يقرا في الانجليز في بريطانيا، وكي مشى يقرا في الانجليز دخل يقرا نورمال عادي، فوت عامه الاول عادي. وفي ديك السنه الاولى من عام الاول اللي كان يقرا فيه في بريطانيا، كان تعرف على فتاة بريطانية من أصل روسية، روسية كانت هي كيفاش شغل، هو جزائري يقرأ في بريطانيا، هي روسية وكانت تقرأ في بريطانيا. هذه خلي اللي يعرفها، باسكو كاين اللي راه حاسب الفتاة بريطانية برك، لا هي روسية وكانت تقرأ في بريطانيا. المهم خونا عبد الحق دالي بدا يتعرف على الفتاة الروسية، بدا يتعرف عليها وانه نورمال عادي، حتى وصلوا لواحد الدرجة ولا هاد الانسان عبد الحق دالي ولا يبغي هاد الدرجة كبيرة. من هي كانت تبغي؟ المهم كانوا علاقة هكا، علاقة حب وكاع، ومنها وديسيدا دار في راسه بلي كي يولي للدزاير ويكمل قرايته يجي يخطبها ويتزوجو ويكملوا حياتهم كزوجين. المهم عبد الحق دالي كان يخطط لهذا المخطط، ولكن المخطط تاعه فشل. لماذا فشل؟ بعد ما ولى لتيرمسان كان حكى لوالديه على الفتاة الروسية اللي تعرف عليها في بريطانيا، وكان قال لهم بلي فوالا فوالا من بعد ما كملت قرايتي وكاع راني ناوي نتزوج معاه، ولكن المفاجأة كانت ماشي عربية، ما تعرف لا إسلام، ما طلع على الإسلام حتى حاجة. قرر الأب تاع عبد الحق دالي باش يواجه بالرفض، وعبد الحق دالي من بعد ما واجه بالرفض بقى يسيم مع باه، ولكن باه والو ما بغاش.
باه ما بغاش وما اكسبتاش الفكرة هذه. كما كان قال لي سيد صاحبي قال لي عاش ونحاولها شحال مرة وكاع قال لي ولكن ما قبلش. المهم من بعدها تأثر بزاف وكره بها الدنيا ولا ما يسمعش كاع لها الدنيا ونعزل على الناس حتى انها واحد حتى يوصل لواحد الدرجة صايب هو في مال الدار تاعهم هرب منها ما عرفت ولا لا وخرج وقيدوا غير هكا في البلاص وكاع والبلايص هادو كيما هكا. المهم الان عاد خونا عبد الحق ديالي يمشي للشركه تاع وليدو المتواجده في البلاص يمشي يجيب عليهم قصاصات لعروض يمدهم لك باطل تماك هذوك القصاصات تاع عروض تاع جيزي وباقي الشرائح وكاع يمدهم لك باطل. يقول لك زعما مثلا اوريدو ولا جيزي ولا فوالا العروض اللي راه تقدم فيها مثلا فليكسي 100,000 نعطيك 200,000 ونزيدوك 3 جيجا ولا 3 جيجا تاع الكونيكسيو المهم الى اخره يعني فيها العروض. هو يدور في البلاص المهم اللي يدور في البلاص يجي عندك مثلا هكا انت راك فايت يجي عندك يقول لك ان بيتي كافي بليز ويعطيك هذيك القصاصه. شغل هو هذيك القصاصه حسبها بورطاب يقول لك راني نبيع لك بورطاب وكيما كي تكون هكا تمشي ترفدها عليه وكاع يقول لك خويا بورطاب اعطيني 300 راك فاهم بورطاب اعطيني 300. هذا انسان حتى مسكين حتى باش يطلب ما يطلبش مسكين حتى باش يطلب ما يطلبش يمشي يقدم لك عرض وانت تعطيه مقابل. تحيه وتقدير خويا عبد الحق ديالي ونشكرك وان شاء الله ربي يشافيك وتولي لنا كيما قلت زمان ونبغيوك بزاف بزاف حنا هنا في تلمسان. هاد المعلومات كامل جبتهم على واحد الانسان يعرفه غايه وكي جبتهم عليه كان حكي لي بزاف صوالح ولكن وانا هذا الانسان اصلا تعاملت معاه كنا حكايه طريفه في البلاصه وكنت حداه تماك وكاع المهم جوجين زوج كيما مشكل هكا ديجا كان جا عندهم وقال لهم ان بيتي كافي وطاحهم ديك بوصاصه ولكن هادو قال لهم راني نبيع لي بورطابل هادوك العيال دوك الزوج بقاو يضحكوا وقال لها كيفاش بورطابل ومنا. المهم رفدوهم وقعدوا يشوفوا كيما قعدوا يشوفوا عيد لها كيما قال لها يا ودي ردي بورطابل خويا قال لها الا ما تشريش ردي بورطابل شكون قايز لي يبقى عيط للناس اخوتي خولي بورطابل. المهم كيما هكا الناس صح حسبوا راه نورمال هادي مشى ديك اللحظه مشى عند لابوليس ولا خوك عاد يقرا في هذيك القرصاصه مشى عند لابوليس جابهم له قال له ديالي البورطابل تاعي والبوليسي كان رد له الوراق تاعو قال لهم ردوه له انسان زعما فوالا كيفاش. وان شاء الله خويا عبد الحق ديالي نبغيك بزاف الله يرحم نبغيك اقسم بالله نموت علي خويا عبد الحق ديالي وكان يخدم حدايا في البلاصه وكانت عندنا معامله انا وياه فري طيبه وكاع ونشكره وتحيه له ان شاء الله ربي يشافيه لنا ويولي لنا كيما زمان. وبلا ما نطول عليكم خوتي تهلاو لي في روحكم وسلام.